النهارده كان في تصريحات كتير او لنجوم كتير في النادي الاهلي قبل مواجهه الترجي، ونشوفها ونرجع نكمل مع حضراتكم. صعبه طبعا عشان بتتكلم مباراه نهائي مع فرقه كبيره خدت بطولات قبل كده كتير ترجي، واحنا عارفين المباراه تكون صعبه، بس احنا دلوقتي بنجهز للمباراه بشكل كويس ومحضر المباراه بشكل كويس، واحنا مش اول مره نلعب في رادس. لعيبه معظم اللعيبه اللي عارفانا موجوده، عارفين قيمه المباراه وعارفين صعوبه المباراه وعارفين ان نستقبل هناك جمهور كبير هناك، وعارفين ان المباراه صعبه، عشان كده بنحضر من دلوقتي ولينا دور كلاعيبه كبيره موجوده لينا دور الفتره الجايه. احنا بنحضر للعيبه ونحضر المباراة بشكل كويس، والأجواء اللي هتحصل هناك بنحضر اللعيبة بشكل كويس جدا. كل مقابلة لها أحكام صحيحة، التاريخ ينصف النادي الأهلي في كثير من الأحيان، لكن المقابلات النهائية عمرها ما تكون التاريخ هو الفاصل في اللقاءات. اللي باش يكون حاضر أكثر في المقابلة على مدار 90 دقيقة هو اللي باش ينتصر. لاعبين النادي الأهلي كل يمتازوا بالخبرة، عنده من الخبرة الكافية إن شاء الله ونعرفوا نحضروا المقابلة نتاعنا باش نرجع ان شاء الله بنتيجه ايجابيه من تونس باذن الله. فرقه كبيره وفرقه محترمه، هم بقالهم كذا سنه بعيد عن افريقيا وما بيوصلوش نهائي، واخر مره لعبوا يعني لعبناهم في النهائي هم اخذوا مننا البطوله، فالدوافع مختلفه، وان شاء الله احنا دوافعنا تكون اكتر ونبقى جاهزين للماتش اللي هناك ونقدر نتعامل مع الضغوطات. هم زي ما قلت لك عندهم مجموعه لعيبه كويسه السنه دي عن السنه اللي فاتت مع تغيير المدرب طبعا، فان شاء الله يعني تبقى يعني على قد المسؤوليه ان شاء الله ونرجع ان شاء الله بالمكسب. والله طبعا انت بطوله افريقيا اصلا عامه صعبه جدا، بس طبعا ده يعني النادي الترجي طبعا نادي كبير ونادي محترم محقق بطوله افريقيا يعني على كذا مره، ويعني فنادي كبير ونادي جماهيري فدي حاجه كبيره جدا، فطبعا المباراه تبقى صعبه عليهم وعلينا، مش هتبقى علينا احنا بس ولا عليهم هم بس، لان ده في الاول والاخر ده نهائي، فالمباراه بتبقى كبيره بين الفريقين. فان شاء الله زي ما قلت لك وهرجع اقول لك تاني ان شاء الله اتمنى كل الحظ معانا والتوفيق معانا ونقدر نحقق البطوله ان شاء الله. في الاول وفي الاخر انت بتدي اي فرقه احترامها قبل ما تلعبها، خصوصا لو بتلعب تاني ترجي نادي كبير واسم كبير وليه جمهور كبير، فطبيعي ان انت هتبقى بتحضر للماتش وبتبقى مركز اكتر. بس في الاول هم طبعا اختلفوا عن السنه اللي فاتت واللي قبلها كتير، يعني احنا السنه اللي فاتت كسبناهم 3-0، السنه اللي قبلها برضو كسبناهم 1-0 في جول محمد شريف، فاخر مرتين الحمد لله عملنا نتيجتين ايجابيتين ورجعنا في الكوره برضو الحمد لله كسبنا، فاحنا بنقبل ان احنا نكمل ده ونحافظ على السلسله اللي احنا عاملينها هناك. وفي الاول وفي الاخر هو ماتش كوره، الجمهور طبعا ليه عامل ومؤثر وكل حاجه، بس انت متعود انت في النادي الاهلي بتلعب دايما تحت ضغط وتحت جمهور فمتعود على الكلام ده. الماتشات مختلفة تماما، النهائي ملوش كبير، اللي كبير اللي بيجتهد في الملعب واللي بيموت نفسه واللي بينفذ التعليمات 100%، فان شاء الله باذن الله نطلع كل اللي عندنا في الماتش ده هنا وهناك وناخد البطولة ان شاء الله. انا نفسي يعني من زمان ان انا العب فاينل او اخد افريقيا، اول واحد في الفرقة هموت نفسي عشان انا نفسي احقق حاجة زي دي. يمكن في لعيبه كتير طبعا مع محقق بطوله افريقيا في النادي، يمكن دي اول بطوله ليها تبقى مختلفه بالنسبه لي شويه يعني. It's gonna be important. It's a big one. I'll be happy to be part of the history of the club to win this one. It'll be my third final in a row. And I want to be happy at the end of the match. البطوله مهمه قوي، مهم طبعا، وإلي كشخصي ده اكبر ماتش هلعبه بحياتي دلوقتي، واول بطوله كبيره انا بقدر اكسبها مع فرقه، ولنادي الاهلي نادي كبير، خامس نهائي ورا بعض، وان شاء الله نكسب البطوله ده اهم حاجه. طبعا انا مبسوط جدا ان انا رجعت على الماتش زي ده، دخلت الماتش اللي فات بس ما خدتش دقيقه، بس مبسوط ان انا بقيت سليم وفي وسط الفريق. طبعا الموجودين كلهم لعيبه كويسه وكلنا دعم ليهم، مش فارقه انا العب او ما العبش، اهم حاجه الفريق يكسب، اهم حاجه كلنا اللي بيلعب كلنا سند ودعم ليه دايما في الملعب، وباذن الله يعني لو ليا نصيب ولعبت طبعا اقدر ربنا يعني ابقى موفق وربنا معايا يعني ونشيل الفريق، ما لعبتش اهم حاجه ابقى سبورت كلنا على الموجودين في الملعب ان شاء الله. لا يعني طبعا جمهور الاهلي انت عارف دايما في ظهر اللعيبه ودايما هو اللي بيساند كل الناس في كل مكان،
عندنا فاينل، انا بطمنهم جدا وبوعدهم ان شاء الله اللي احنا هنعمل كل حاجه هنتعب كلنا عشان ناخد البطوله، وان شاء الله ربنا يكرمنا في البطوله دي ونحققها، لان انا واحد من الناس اللي بتمنى يعني اللي احنا ان شاء الله نكسب البطوله دي. عايز يبقى معايا 4 بطولات افريقيا في 5 سنين، عايز يبقى اسمي يتحط في تاريخ النادي الاهلي، عايز يبقى اسمي دايما يتذكر بالخير، عايز دايما يبقى اسمي دايما يتذكر بالبطولات. وطالما انت لعبت في النادي الاهلي زي ما قلت قبل كده وبقول دايما، طول ما انت في النادي الاهلي انت في نعمه كبيره، لازم تحقق بطولات، لازم تعمل انجازات، لازم تعمل تاريخ لنفسك، هيفضل مدى الحياه لاولادك واهلك واصحابك وكل الناس اللي بتحبك هتفضل تفتخر بيك. فاتمنى ان شاء الله لربنا يكرمنا في النهائي ونكسب البطوله عشان خاطر جماهير الاهلي، عشان خاطر كل واحد يفرح اهله واولاده وابوه وامه، كلنا ان شاء الله باذن الله مع بعض يعني.